مقطع مايكل جاكسون المرعب. كل من يشاهد هذا المقطع بيقوم بالانتحار. الفيديو ده لتمثال مايكل جاكسون انتشر من الدارك ويب ومحدش يعرف مين اللي قام بنشره. في كتير شافوا المقطع الحقيقي كامل، وتقال كمان ان التمثال ده ليه اسم. الاسم ده اول ما بتقوله بيظهر قصادك شكل التمثال، وبتبدأ تحصل لك امور غريبة. في فيديو الشاب انتشر نطق الاسم ده ونزل من فمه دم وخرج شعر من فمه، وظهر تمثال مايكل امامه. اللي عمل التمثال ده قال ان التمثال تم استخدام سحر اسود عليه، وان تصمم لترهيب الناس ورعبهم من مظهر مايكل جاكسون وتكريههم فيه.